السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس محمد الغنام. بناء على استفسارات بعض المهندسين في الخاص بخصوص برنامج الدايلكس ومشاكله، ومشاكل برضو ظهور الكتالوج اللي هو على سبيل المثال كتالوج فيليبس على البرنامج، يعني ممكن يسطب البرنامج ويسطب الكتالوج فما بيظهرش معاه على البرنامج. تمام، دي بتبقى احيانا مشكلة في الداتا بتاعت البرنامج في الاضافه للكتالوج. فلو عايزين نتلاشى المشكله دي من خلال حاجه بسيطه جدا، ان احنا ممكن ندخل اونلاين نبدا نختار كشاف ونضيفه على المشروع بتاعي، ممكن من فيليبس او اي شركه تانية منتجه للاضاءه. على سبيل المثال انا فاتح الويب سايت وفاتح برنامج الدايلكس على سبيل المثال، عندي روم زي دي كده وانا عايز ابدا اختار الكشاف. طبعا لمدير سيليكشن هتلاقي دايلكس كاتالوج، هتلاقي انا مسطب كتالوج فيليبس اول حاجه. احيانا بقى بتيجي تسطب فيليبس ما بيظهرش معاك، فاحنا ممكن نشتغل اونلاين ازاي، واقول لك الطريقه برضو ازاي برضو تضيف كشاف من الكتالوج على البرنامج لو انت مسطبه، لو انت مسطب كتالوج فيليبس ومش ظاهر على البرنامج. اول حاجه في شركه اسمها سورن لايتنج، دي شركه كبيره جدا في الاضاءه، ممكن تدخل اونلاين على موقعهم وتبدا تختار الكشاف المناسب وتبدا تضيفه على المشروع، او تنزل الكتالوج بتاعهم وتبدا تشتغل بيه عادي جدا، مش شرط يكون فيليبس يعني. طيب انا هدخل على البراوزر وهبدا اكتب سورن لايتنج، طبعا سورن لايتنج بالشكل ده، فالموقع ظهر معايا. انا مش فاهم ان انت تقول لي. طيب فتح الصفحه الرئيسيه، ادي ويلكم تو ذا سورن لايتنج ويب سايت انجلش، هتدخل عادي على الموقع، هتلاقي في الموقع بيعرض لك مثلا في الهوم هتلاقي عندك تحت كده جايب لك بقى الاندور لايتنج لو انت عايز تعمل اناره داخليه، او اوت دور لايتنج، او كنترول اند امرجنسي. فعلى سبيل المثال انا عندي الغرفه مكتب والسقف بتاعها معلق اللي هو فول سيلينج، او السقف اللي هو بلاطات 60 في 60 سنتي، فانا ادخل على اندور لايتنج وابدا اشوف ازاي اختار الكشاف المناسب. هتلاقي طبعا الاندور لايتنج متقسم، في عندي داون لايت اللي هي كشافات بتبقى غطسه جوه السقف، وفي سيرفيس اند سسبندد ماونتد لومينير، ودي كشافات بتبقى متعلقه زي اللي شايفينها دي، او سيرفيس اللي هي بتبقى راكبه على الايه على السقف على طول. في عندنا برضو ريزيست موديولر لومينير او ريزيست ماونتد لومينير اللي هي كشافات بتبقى غطسه جوه السقف المعلق اللي هو بلاطات 60 في 60 سنتي. في عندنا كشافات اللي هي وول ماونتد لومينير، في عندنا سبوت لايت، في عندنا فري ستاندنج لومينير، في اندستريال لايتنج، في سبورتس لايتنج. انا على سبيل المثال محتاج كشاف مثلا 60 في 60 سنتي، فادخل على ريزيست وبكل بساطه يفتح لي كل الكشافات بتاعته. هتبص تلاقي الابلكيشن تقدر تختار من هنا لايتنج فور اديوكيشن او اوفيس لايتنج، ممكن تختار اللي انت عايزه او تسيبها زي ما هي. الماونتنج هايت طريقه تثبيت الكشاف، طبعا هو ما فيش غير سيلينج ريزيست. لايت ديستريبيوشن تقدر تختار اي حاجه من هنا. في لامب تايب، انا عايز ليد مثلا. خلاص، هو في حوالي 185 برودكت فاوند، يعني هتبص تلاقي في 185 شكل او نوع من الكشافات. طبعا لو نزلت تحت كده هتلاقي الكشاف اللي هو اوميجا ده، ممكن ادخل عادي جدا وهاجي ادي صوره الكشاف، وحتى جايب لك صور للكشاف بتاعك يعني بالشكل ده، بيبدا يعرض لك صور برضو للكشاف في السي في. طبعا في شويه معلومات عن الكشاف والتوصيف بتاعه وغيره، هتيجي في الديسكربشن كده هتلاقي في عندك اوميجا برو ليد 3440. طبعا ايكو اللي هو دايلكس وريلاكس دي برامج تصميم اضاءه، وايكو كالكوليشن ده المفروض برضو برنامج تصميم اضاءه. فعلى سبيل المثال احنا مسطبين دايلكس فهنتعامل مع الدايلكس. طبعا اللومينير باور بالواتج، في منه 28 وفي 28 واط، في 28 في 32. اللومينير اوبت اليومن بتاعه 3400 اللي هو 28 واط،
وال 32 4000 ليومك، والوزن بتاعه والكود بتاعه موجود هنا. على سبيل المثال عايز ال 28 وات اللي هو 3400، اقدر اضغط على الدايلكس فيبدا ينزل معايا زي ما انتم شايفين كده. وانا فاتح دلوقتي البرنامج، مجرد بس ان انا اضغط على اللينك ده، هضغط كليك شمال عليه فيبدا يفتح لي الكشاف. خلاص هو كده اوتوماتيك بقى موجود عندي على برنامج الدايلكس. اقدر دلوقتي انا عايز اوزع الكشافات هنا في الغرفه دي، فعلى سبيل المثال ممكن اجي على فيلد ارينجمنت، اضغط كليك شمال واجي مثلا ماونتنج، احط اللاكس اللي انا محتاجه، وليكن محتاج 500 لاكس، واضغط سجيشن كده ال 2 في 3، هعمل انسرت نزلوا معايا بالصوره دي. بكل بساطه هاجي اضغط كالكوليشن او ستارت كالكوليشن وابدا اعمل اوكي، هيبدا يحسب الاضاءه لروم واحد، فاصبح بالشكل ده. طبعا اقدر اشوف الكشافات بتاعتي بالشكل ده. طيب دي اول طريقه، تقدر يعني تقدر تدخل على اي كشاف وتبدا تضيفه عادي جدا، او تقدر تعمل داونلود للبلاجن بتاعه. طيب طب لو فيليبس مش ظاهر معاك وعايز تستخدمه، هتيجي على الفيليبس كاتالوج اللي متسطب وتضغط كليك شمال، وهيفتح معاك الكتالوج عادي جدا. هتبدا تختار مثلا كشاف 60 في 60 سنتي، ممكن اجي على اللومينير كاتيجوري او فاميلي كود، انا عارف كود معين، فاكتب الكود تي بي اس مثلا 165، او اي طريقه بقى بتختار بيها الكشاف، مش شرط تكتب الكود، ممكن تشتغل بطريقه تراي اند ايرور، تقعد تجرب لغايه لما توصل الكشاف المناسب. طبعا ده كشاف اندور 27، طبعا اللمبات في 2 في 28 و 3 في 14 و 4 في 14، انا اختار 4 في 14 ده و 3 في 14 بيبقى 60 في 60 سنتي، اختار 4 في 14 واختار الديستريبيوتر سي 6 مثلا، واختار الهاوسنج وليكن ده صوره الكشاف والتوصيف بتاعه والبولر كيرف بتاعه، التكنيكال سبيسيفيكيشن بتاعته كامله هنا، يعني اليومن بتاعه 4800 وابعاده 60 في 60 والكلر بتاعه 840. طبعا تقدر دلوقتي لو انت فاتحه عن طريق الدايلكس، في عندك اد وكلوز، اد هيبدا ينضاف اوتوماتيك على الدايلكس. ممكن اجي دلوقتي اعمل اكسبورت، وهاجي على الاكسبورت تو فايل اللي هو اوبوت فايل فورمات، طبعا انا بتعامل مع برنامج الدايلكس، فاضغط هنا كليك شمال وابدا اعمل براوز وسيفه على الديسكتوب، مثلا اعمل نيو فولدر واسميه وليكن لايتنج فيكستشر، وليكن اعمل له رينيم كده هسميه لايتنج فيكستشر بكل بساطه. تمام هعمل اوكي، يبقى ده الفولدر بتاعي اللي هيتسايب فيه الكشاف ده، هعمل سيف واعمل كلوز. طبعا اقفل البرنامج عادي، هلاقي الفولدر موجود هنا، ادي لايتنج فيكستشر، راح فين يا جماعه؟ فين؟ ادي الفولدر، هتلاقي جواه الكشاف اللي انا سيفته، وهفتح الفولدر ده كده هتلاقي الصوره بتاعه الكشاف واللينك اللي اقدر ادخله على الدايلكس. تقدر طبعا دي حاجه جميله جدا ان انت تبقى شغال في مشروع، ففي انواع معينه انت بتستخدمها دايما، فتقدر تسيفها في الفولدر ده وتبدا تضيف عادي. طبعا هنفترض ان احنا نعمل انسيرت نيو روم بنفس الابعاد واعمل اوكي، فعندي روم جديده بالشكل ده. عايز اجيب الكشاف لومينير سيليكشن، في عندي اد نيو فولدر او لومينير فايل، هاجي على اد نيو فولدر واجي على الديسكتوب، الاقي عندي اللي هو الفولدر بتاعي اللي هو لايتنج فيكستشر، معلش كتبت اللايتنج غلط، وهبدا اعمل اوكي، هيبدا يفتح لي الكشافات اللي موجوده في الفولدر اللي هو الكشاف ده، هبدا اضغط كليك شمال كده عليه، طبعا اوتوماتيك، او كليك يمين واعمل اوبن، بدا يظهر معايا هنا. بكل بساطه برده هاجي على فيلد ارينجمنت واجي احط اللاكس اللي انا محتاجه 500 برده، فال 2 في 3 اعمل انسرت وابدا اعمل كالكوليشن واعمل اوكي. الكشافات اصبحت بالشكل ده. تمام طيب دي ده كان جاي الاستفسار وده الاجابه بتاعته سريعا يعني. وممكن برضو يعني تحاول لما تيجي تسطب الدايلكس الاول وبعد كده الكتالوج فيظهر معاك، او تحاول تحل المشاكل اللي موجوده عندك في الويندوز من تعريفات، من في برامج كده بتحتاجها الويندوز علشان تشغل البرامج دي،
أتمنى تكون المعلومة مفيدة. السلام عليكم.